مرحبا، حلقة جديدة مطلفي عليكم لليوم من بي ماي جيست. اليوم اور بيوتيفل جيست هي جوانا فرانسيس، تنحكي أكثر عن الرموش وتساقط الرموش وكيف ممكن نعمل خلطة طبيعية بالبيت عن جد تكون مفيدة. هاي جوانا. هاي. وين هالغيب اشتقنا لك؟ عن جد كثير اشتقت لكم وعبالي هيك نرجع نحكي شوية توبكس، وهالفترة رح نفوت كل شيء خلطات أكثر. قبل ما كنا أركز عليهم رح يصير أركز عليهم لانه احلى شيء الخلطات بالبيت، صح؟ خصوصا العرب كثير بتحبون وهينين وموجودين بالمطبخ وبيواكبوا الوضع الاقتصادي بالبلد، صح 100%. اليوم رح نحكي كمان عن تساقط الرموش. مثل ما قلنا، كثير من الناس مثلي انا مثل جوانا، الناس اللي بتطلع على التي في عندها مناسبات كثير بيضطروا انهم يركبوا رموش كل يوم كل يوم كل يوم، وهذا الشيء بأثر اكيد على العين بأثر على الرموش. مشان هيك نحن نعرف عن مين نروح، وهون بدي اشكر من كل قلبي يارا زكريا بيوتي سبوت وعفولا بيوتي لاونج سوزي عقيقية اللي بيهتموا فيني وبرموشي وبالميك اب كل يوم وبالشعر. بس عن جد اذا رحنا عند حدا ما بيعرف يركب رموش ممكن نعمل حساسية، ممكن رموشنا يهره، ممكن نتعرض لالتهابات معينة، ومنشوفها عند كثير ناس اوقات باعراس كل العرس مثلا عينهم حمراء لانه بيكون او الرمش عم بيطلع وينزل، يعني منه محله مزبوط. بقى تحية لكل الناس بتشتغل من قلبها. وانا فكرة بدي اوجه تحية لفولا بيوتي لاونج ولاسوزي كمان لانه عن جد شغلهم رائع، صح 100%. خبرينا شو لازم نعمل نحن الناس يلي كل يوم مضطرين نركب رموش. هلا اهم شيء انه بس بدك تشيلي، افترضي انت كنت من العالم اللي بيحطوا رموش على طول بيركبوا الفيك عشان غير الاكستنشن، اهم شيء انه بس بدك تشيل الرموش، مش انه يعني بدنا مش تقبعيهم هيك مثل ما بتتسلي التغسيل من الغسل تبعهم لا كل شيء، يعني بس بدنا نكون عم نشيلهم. افترضي اذا هن ملزقين كثير منيح مش بنسيل يلا ويلا ويلا بنحط بنبرم، لانه هذا الشيء بالنهايه رح يهرهر الرموش. انت عم تطلعي شكلك انت هيك لا انا بشيلهم هيك اضرب لا وقت مريش عم التصوير مثلا وهيك تعبانه بحس انه مش مثلا هيك كثير قاعد بتقلع عيني انا ما بحس فيهم صدقيني. اوقات بضاينوا كذا يوم، يعني انا لانه كل يوم في تصوير اوقات بضاينوا، يعني بقول ليارا او سوزي رجعي ظبطي لي الميك اب اول اوفر، بس تركي لي مش ظابطين حرام بقى. بس اوقات بحس انه خلص يعني بدي اشيلهم هيك عن جنب. فكثير مهم انه وقتها بدنا نعمل هيك نستعمل شيء في بقلبه زيت لانه الزيت بخليهم يزحطوا، بس اكيد ما نكون مسكرين عيوننا على الاخر، لانه كثير العالم اللي عندهم عيونهم كثير حساسه شيء كثير معقول يعمل حساسيه ويحمر ويبقى ثلاث اربع ايام عم يبسطوا بعينهم وحمرة وهيك، فبدنا ننتبه على هذا الموضوع كثير. اوكي. فننتبه كمان انه العالم بحطوا اكستنشن لاشز، يعني بيروحوا بيصيروا يركبون اكستنشن على الرمش، هيدا كمان بده عناية خاصة، بده سيروم ينحط. بس المشكلة بس انه ما فينا نحط لانه عم بيحطوه بيرمننت، فهول البيرمننت ما فيك تحطي شيء في بقلبه زيت، لانه شو ما تحطي في سيروم في بقلبه زيت بيروح بيروحوا، ونحن بنكون حاطينهم تيداينو ثلاث جماع او جماعتين، فهذا الشيء منه كثير براتيك للعالم بحطوا اكستنشن. بس على الحالتين في كثير سيرومات موجودين بالسوق، هلا بدي احط لكم عن السيروم اللي فينا نستعمله نحن بالبيت. بس بدي كمان سر انه شو من الاشياء اللي بتخلي كمان الرموش انه تهير، اذا بنستعمل مثل ما قلت لك اذا كل يوم بننظف الميك اب تبعنا، العالم بحطوا ماسكارا مش حاطين فيك لاشز بس بحطوا ماسكارا، اول شيء الماسكارا بحد ذاتها بتنشف الرموش، مش هناك كثير مهم انه نجيب ماسكارا بايام بيبقى بحطوا لك بقلبها فيها كولاجين او فيها اشياء مثلا بيبقى موجوده على الماسكارا هول منيح. واهم شيء انه الماسكارا ما تستعمل ووتر بروف، ووتر بروف بتجي كثير قويه على الرموش، معقول تنشف الرموش اكثر وبصيروا يخفوا ان كاماونت وما بيقعدوا يطولوا مزبوط. كمان الميك اب اللي بيبقى اكسباير، يعني عندنا نحن بننسى انه الميك اب كمان له اكسباير ديت، صح؟ يعني مش اذا مش محطوط عليه اكسباير ديت يعني هو ما دازنت جيت اكسباير، بلا هو بيصير اكسباير. رول هيك للجميع، حيلا ايلاينر او ماسكارا غيروه كل ثلاث اشهر، ضايان ما ضايان بعده جديد ما بعده جديد، مجرد ما انفتح فتلو هواء يعني لازم يتجرب بعد ثلاث اشهر. كيف مثلا يعني خصوصي ليه؟ لانه على العين، العين كثير حساسه، يعني القطرات تبع بتشتريها من الصيدليه حيلا قطره بتفتحيها لو اكسبايري ديت تبعها بعيده، مجرد ما فتحتيها بعد شهر بدك تكبيها،
ما خص اذا هي لو اكسباير او لا، او مش حطيتيها او استعملتيها مره او نص مره، مجرد ما انفتحت القطره بروح على البيت كبكب هلا يعني كيف شيء قطرت مجرد ما صارت اكسبوزد على الهواء، لانه العين ممنوع بده يكون كل شيء ستيريل، ممنوع يكون فيه ابدا شيء معرض انه يقدر يفوت يلقط شيء بكتيري، لانه ما بتقدر تخلص. صح. زيت الشيء على العين، يعني ما نستعمل ميك اب غيرنا، ما نستعمل ماسكارا او الايلاينر تبع حدا تاني، لانه كثير بيقطعوا. يعني حتى ايام انا ليش ما بحب انه كثير ايام تعمل ميك اب، بدك تنتبه وين عم تعمل ميك اب تيكونوا كثير هايجينيك، ينبرى القلم مزبوط، يتمسح مزبوط، كرمال يكون هذا المحل يكون عندك الابوش تبعك وعندك الفرشاه تبعك. صح. لانه كثير ميكروبات بتلقطي، وايام بتلقطي من عينك بتسحب الانفكسيون على فتره طويله، ايام وقتها بتعملي شحات بصير بدها شق عينك. فتما نفوت بكل هالمعموعه، خلينا نكون كثير هايجينيك وكثير ننتبه على عيوننا من الاول رموشنا من الاساس. اوكي. هلا اسباب هر الرموش قلنا الماسكارا، كثرة الماسكارا الووتر بروف، تنام بالميك اب كمان بخفف الرموش، اذا بتنام بالميك اب بخفف العدد تبعه، لانه الرمش بده يرتاح، ما بده بقى كل الوقت بده يتنفس. مزبوط، مش لازم تحط عليه تقل، لانه مره على مره بصير يهر الرمش. العالم اللي بتستعمل كيرلر للرمش، شو كنا نستعمله نحن صغار؟ هيدا كثير مش منيح. او في شيء اسمه هيدا اللاشز، كثير درج على انستغرام، بيلزقوا لك رموش طلوع على فتره، بضل انه كانت العروس تعمله قبل عرسها، بضلوا رموشك بضلهم عاليين وسماك على فتره، هيدا بيهرر الرموش. غير انه في كثير عالم حكوا انه لقطوا انفكشن من وراء هالاشياء، يعني التهاب بقلب العين ما عاد خلص لمدري مدري قد ايه. طيب جوانا، شو الانسب بين تركيب الرموش، الاكستنشن لاشز او الماسكارا؟ كلهم هو اللي فيك تعمليهم طالما عم تعرفي وين عم تعمليهم، محل الصح، محل كثير نظيف، حدا كثير بينتبه منيح، وانت بتنتبهي بالبيت، يعني بتغسلي رموش انت اذا بتحطي ايلاينر وقلم بقلب عينك كل يوم عشيه، عينك لازم تتغسل مظبوط. لو غسلتيها بالصابون وحمرت مي سخنه على فتره لازم، لانه بس تحمر العين يعني عم بتطلع كل شيء، عم بتطلع كل شيء من برا، وعم تجيب الكريات البيض اللي هن بيدافعوا عن جسمنا بيجوا بينظفوا كل هيك المنطقه. فكل يوم لازم تتغسل عينك مظبوط، ممنوع تنامي ابدا بالميك اب، خصوصا اذا عامله ميك اب عند حدا، لانه بتكوني اذا لاقطه شيء بتكوني عم تخلي البكتيريا من يوم ليوم كل الوقت. بدك هلا نفوت بخلطة السيروم؟ إذا بدك يلا، وين تنحطها؟ جيبوا ورقة وقلم. جيبوا ورقة وقلم. يلا. بدكم تجيبوا زيت خروع من حيلا فارماسي. زيت خروع عندي. زيت خروع ما يجي أروماتيزي، زيت خروع في منه بيجي ريحة حلوة، في منه بلا ريحة، جيبوا البلا ريحة. وزيت اللوز. كمان عندي بالبيت. زيت اللوز. عم استعملهم. مضبوط. بتجيبوا ما في بالفارماسي مثل حنجول بيبقى في بقلبه حبوب الفيتامين أو. أوكي؟ بيجوا مثل مش حبوب، بيجوا مثل جلبيول، يعني بس تطلعوا بيبقى فيه مثل زيت بقلبها للجلبيول. اهم شيء انه ما تحطوا هذا الحنجور بالشمس، ممنوع. بتفتحوا شو بتعملوا؟ بتجيبوا هيك قنينة صغيرة، بتجيبوا بتحطوا ملعقتين قهوة يعني ميجرمنت، بتحطوا بتعبوا زيت خروع بملقعتين قهوه وبتحطوها بقلب القنينه. اوكي. بترجعوا بتجيبوا بتحطوا ثلاث ملاعق زيت خروع كمان، عدد اثنين لوز ثلاثه خروع، اثنين لوز ثلاثه خروع، واثنين فيتامين او، اثنين جلول، اثنين حبوب او جلول من الفيتامين او، بتفتحوهم بواسطه ابره او مقص وبتحطوا الفيتامين او بقلب الحنجور الخلطة، بتخطوها اكيد. بدك اثنين ملعقتين قهوة من، يعني بتعبي زيت اللوز اثنين ملعقة قهوة بتحطيهم بقلب القنينة الصغيرة اللي جايبتيها، وبتحطي ثلاث ملاعق صغار من زيت الخروع بقلب القنينة، وبتجيبي اثنين جلول او اثنين كبسول من فيتامين او، بتقصيهم وبتحطي الفيتامين او بقلب الحنجور. حلو. الخلطة اللي عم بخلطها بتجربي تحكيهم. ومن ميزة تانية بتجيبي حيلا ماسكارا عندك اياها قديمة، بتغسليها كتير 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 منيح، وبترجع بتصيري كل ليلة قبل ما تنامي بعد ما تنظفي وجهك وتنظفي عيوني وتحطي السيروم، اكيد والنايت كريم، بتحطي الماسكارا بقلب هيدا الحنجور، وبتصيري تحطي كل يوم على رموشك من فوق ومن تحت وعلى الحواجب كمان. اوكي. بلاحظي الفرق.
بيفرق منيح؟ كتير بيفرق. لكن هالزيوت اللي ما حقن شيء بالفارماسي كثير خاص اذا ما عندكم اياهم، لكن زيت الخروع، زيت اللوز وحبوب الفيتامين او ممكن يساعد رموشنا انه يطولوا اسرع. بعرف انه نحن يعني الناس اللي عندها كثير تصوير او حلقات او بتحط رموش، يعني بتركب رموش، بس نشيل الميك اب بنحس رموشنا كثير خفوا. اذا ما اعتنينا مزبوط ممكن يرجعوا ينمو، او اذا وقفنا نحط هالرموش ممكن يرجعوا يطولوا ولا لا؟ اكيد، لانه بالنهايه هيك موجودين، بس بدهم كثير وقت. وما بتصور في سيده بتتحمل حالها بلا رموش. اكيد ولا سيده، صح؟ عشان هيك بدك تضلك تحطي، واذا بدك شوية تخبي او اذا بدنا نرقع يعني الشيء اللي عملناه، بنحط الصبح ماسكارا وعشيه بنحط السيروم تبعنا كل يوم. 100%، لكن هالاشياء كثير مفيده وكثير مهمه. قبل ما نختم حلقتنا نحن وياك يا جوانا، خلينا نعطي هيك شويه تبس للشتاء، مع انه عم بيتغير علينا الطقس، اوقات بنحس شفافنا مقشبين، بنحس ايدينا مقشبين، نرجع على الكوكونات اويل؟ ايه، بس ما بيفيد لحاله حسب يعني. هون هلا الشتاء عندي كلمه وحده هي الترطيب. اكيد الكوكونات اويل بيساعد كثير بالترطيب، بس حسب يعني اذا حدا عم يعمل اكزيما بصير في حكي كثير بمحلات معينه. اول شيء بدكم تنتبهوا على المي السخنه، بدكم تنتبهوا كثير على المي السخنه، ممنوع مي سخنه، بده يكون مي فاتره. بعدوا عن الليفه، ممنوع ليفه بالمره، ممنوع الصابون اللي بتستعملوه اللي بيبقى مفكرين انتم انه بنظف بشيل كل البكتيريا، البشره لازم يكون عليها بكتيريا، فما تستعملوا اشياء، استعملوا هيك صابون بيجي ناعم، ليكيد كريم احسن واحسن. 100%، لكن مع اقتراب اكيد فصل الشتاء، والشتاء رح يكون عندنا حلقات اكثر نحكي عنهم. جوانا بعرف انه اسم الله عم تتوسع كثير بشغلك، وهذيك المره كثير حبيت انك رحت عند مره ختياره على السياره عملتي لها البيكيور او الفاكسان تبعها. خبرينا شوي عن تعامل الناس اليوم بهالطريقه الحلوه المنيحه، يلي حتى لو الختياره مش قدرت تنزل لعندك انت بتروحي لعندها. انا بالنسبه لي بعتبر انه يعني انا كثير بامن بمهنتي وبالصيادله بالمجمل، وبعتبر انه اول شيء اهم شيء نعمل توعيه على اهميه الفاكسان الكريب انه ينعمل بسبتمبر باكتوبر قبل الموسم. اكيد في كثير عالم بتقول لك عملته وسخنت، اول شيء بينعمل بطريقه صح، بينعمل للكل، بده يتاخذ بعده اشياء لتبوست المناعه مثل فيتامين سي والزنك واشياء كثير. اكيد بدكم تنتبهوا هالفتره، وانا بقول انه الكل لازم يعملوا يعني، حتى العالم اللي مش قادرين ينزلوا من السياره او يروحوا لازم نحن نجي لعندهم نعمل لهم. النهايه هيدي رسالتنا يعني اذا بدك، وصدقيني بتعطيكي شعور حلو بطريقه مش طبيعيه. بين اصلا على ستوري تبعك. جوانا بما انك عم تحكي عن هالفتره يلي اولادنا بلشوا هلا يعطسوا مثلا، يحسوا انه ما عم يتنفسوا مزبوط، بلشت السعره، شو هن الاشياء اللي لازم ناخذهم او ننتبه لهم بالبيت عليهم تا يعني مش دغري اول المدرسه نقعد جمعه رابور بالبيت؟ اول شيء اهم شيء يعني نشتغل على المناعه طبعا. ما بدنا نكون كثير اوبسيست انه يعني عندك الاهل بخافوا كثير على اولادهم، لا بخلوهم يظهروا يلعبوا برا، لا بخلوهم كذا، ما نكون كثير معقدين هالاشياء. بالعكس الولد كل ما يعني جسمه اكتشف اشياء جديده كل ما قويت مناعته اكثر وبيقوى الانرجي تبعه. اهم شيء انه نركز على الدايت تبعه، ما يعني اهم شيء يكون في عسل طبيعي، بدل ما نشربهم بيبسي وهيك نحط لهم ليمونيد. يعني زمان كانوا يضيفوا ليموناد، يعني بس تروحي عند العالم مش انا بعدنا لهلا بضيف ليموناد. مضبوط، هيدي احسن طريقه واحسن شيء. مش هيك ما كان في كانسر قبل، لانه الحامض كثير بيدهر سموم الجسم، هو ديتوكس بحق صح بحد ذاته صح. فمشان هيك كثير مهم انه نركز على هولي، ونركز على الاشياء فيها زنك يعني مثل السمك مثل كثير اشياء ثانيه، لانه الزنك كثير بقوي المناعه، وحتى الزنك كثير منيح للشعر والضفير والبشره يعني له منافع كثير كبيره. فاهم شيء انا بالنسبه لي هي انه الشخص ما يكون عنده نقص بالفيتامينز بجسمه، خصوصي هلا لانه الاولاد ما بقى عم ياكلوا كثير، وبتحسي مش كل شيء بتاكليه اورجانيك ونظيف. وعن جد مثلا الخضره اللي عم تاكليها هي مضبوطه صح، مش هيك ضروري انه نكون على طول عم
نظبط من إيش من محلات تانية. وأكيد أهم شيء إنه نطهر، يعني نجيب كينا نغليها بالبيت، نحن نرش إوكاليبتوس، في كتير أشياء براند فيك تلاقيها بصيدليات بيشيلوا كل شيء في بكتيريا وفيروسات وبريحتهم حلوة. يعني أهم شيء ضل ونهوي البيت، يعني أهم شيء نضلنا مطهرين هيك. صح 100%. كمان رطوبة كمان والألرجي، لأنه يعني هلأ كمان موسم رطوبة، يعني بصير الأولاد بخنقوا هيك عندهم من صغار، والفيزيو مرة قبل ما يناموا ضروري ما يملح 100%. جوانا، شو رأيك بالسبلمنتس يلي بيعطون للأولاد بعمر صغير، يعني مثل زيت السمك أو الأويلز يلي بيزيدوا المناعة أو أو بيكون فيهم فيتامين سي وهيك؟ شو رأيك؟ في دراسات بتقول إنه شخص منه يعني لازم ينعمل تيست لهالمواضيع كرمال الشخص ينعطى، وإلا ما إلها طعمة ينعطوا على صحة السلامة. بينما في كثير أطباء بيشوفوا إنه الأولاد مثلا للسنان لازم ينعطاهم فلورايد، للأوميجا مثلا إذا ولد كثير بيحرق عنده هايبر أكتيفيتي وما بيركز كثير، إجمالا بيكون في أي دي اتش إي اللي هي أتنشن ديفيسيت أند هايبر أكتيفيتي ديسوردر، يعني بيكونوا سوا، بيكون واحد كثير بيحرق لدرجة مش قادر يركز البيبي، الأوميجا 3 بيساعده بيروقه بس مش بطريقة إنه بيخدره، بيروقه بطريقة إنه بخلي يصير في دولة دموية بجسمه تكتر بصير يركز اكثر وبيروق. فهول الاشياء بيساعدوا، بس تقول لك انه هيك على صحه السلامه. انا برايي كل تبع العالم بياخذوا فيتامين دي، بس فيتامين دي ما فيك تختيها على صحه السلامه، يعني بتشوف بتعملي تيست وثلاث ربعنا عنا نقص بالفيتامين دي لانه بشرتنا منا بيضاء كثير، يعني ما كثير بنلقط الشمس. لا انا الا انت. فمشان هيك بنعمل فحص، إذا نقصنا فيتامين دي ناخد فيتامين دي، وبوليك الأشياء اللي هي طبيعية الفيتامين سي مثلا، أوكي واحد مش أنه بيأكل أورانج فيتامين، إنه بدك تأكل كتير أورانج وبدك تأكل كتير حامض لتقوي الفيتامين سي تبعك. وأهم شيء يعني السبور، السبور بتقوي لك بتطلع لك السموم، كل ما بتعرق كل ما أحسن. التوم بعقل بالوين، التوم في عالم تاخد حبوب توم. صح. اول شيء كثير منيح للضغط لانه بيوطوا الضغط لحاله. الشخص اللي عنده ضغطه بيلعب وهيك في ياخذ حبوب توم اذا ما بده يبلش بقدر الضغط، بتساعد بطريقه مش طبيعيه. اوكي. لكن وكثير اشياء ثانيه رح نحكي عنها بالحلقات اللي جايه. لليوم نكتفي بكل هالمعلومات، واكيد يعملوا لك فولو على انستغرام دكتور جوانا فرانسيس، وعلى جماعه الفيسبوك جوانا فرانسيس هيلث اند بيوتي. كمان شو ما بدكم اسئله امراضي بدكم نجي نحكي عنه بالحلقه هون كمان، واذا لا فيكم تحكوا تبع تيفي الصدى. شو هو الصدى تيفي؟ الصدى تيفي فيسبوك بيج. شكرا لكم، شكرا لك جوانا فرانسيس. هذه كانت حلقتنا اليوم، بكره حلقه جديده من السيلة هيلث بلوف ولا بيوتي لاونج. الى اللقاء.